اليوم كمان عندنا شيء مرة حلو وشيء مرة جميل من طراز فريد من جيل أمهاتنا، حيث أغلب النساء اللي يجدن الخياطة، لكن تصميم الأزياء للغير كان مهنة حصرية وفريدة. تأثرت تصاميمها بنشأتها بين الجنوب والحجاز. هي عائشة أبو هليل أو خالة عيوش زي ما الكل يحب يناديها، وهي كمان تحب ينادي ليل. ليل، يا أهلا وسهلا فيك يا خالة، نورتنا. ينورك ان شاء الله، الجنه ان شاء الله بنوره بوجهك حبيبي. الله يسعدك. تسلم حبيب قلبي. الله، احنا سعيدين بوجودك معنا اليوم. وانا سعيده بك، فرحتنا قد كده يعني، كبيره مره 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 بوجودك. انا اللي فرحانه اني بشوف اثنين ملائكه من السماء نازلين. الله يسعدك يا رب، يخليك لنا ولا حرمنا. والله انكم ملائكه ان شاء الله. الله يسعدك. وانت ارسال ملائكه، ارسال جميل. مين في الدنيا يقدر يرسل شيء جميل زيكم إلا الملائكة. الله يسعدك يا شيخ. لا أنا كده حبكي بعدين، والله أنت تجنني. أبو، لو نرجع كده للماضي خالة عيوش، ونتكلم عن الزمن الجميل. هو فعلا كان زمن جميل؟ نعم، كان فعلا زمن جميل. نعم. لو كيف بدأتي في وقت يمكن كان الكل يستصعب أنه يبدأ حاجة، خاصة لما نتكلم تصاميم ولبس وأشياء، يمكن كان في شوية صعوبة ولا لا كانت سهلة وكل الأمور غير كانت؟ لا، كان في صعوبة. في صعوبة، يعني صعوبة على اللي بده يعمل. أما الناس بيتقبلوا كل ما هذا، يعني بيقربوا شوية من الشيء اللي أنت بتسويه أو بتعمله. ده ما هم بعيدين العالم عن أنهم يتقبلوا يعني، بس صعوبة على اللي بده يعمل الشيء، يا ترى يقبلوا يا ترى يعترفوا به. عرفتي؟ أيوة، إلا ما يكون في تخوف. في تخوف. أيوة، لكن إذا ثبت نفسه لا يخاف. وانت ما شاء الله عليك مبدع والله يا خالة، وحنا للأمانة سعداء جدا بتواجدك ويانا، لأن روحك الجميلة سوت بهجة هنا في كل الاستديو. تسلم من كل شر إن شاء الله يخليك يا خالة. أنت من الجنوب. أنا من أبها. من أبها، أنعم وأكرم، ونشأتي في الحجاز. فقديش أثر هالمزيج هذا الجميل جدا على تصاميمك اللي أنت جالسة تسوينها في الوقت الحالي؟ والله أنا أخذت من الجنوب، طلعت من الجنوب عمري يمكن 5 سنين. أكثر شيء أخذته من الجنوب الألوان، الطبيعة. كنت طفلة، كل الأطفال يحبوا أنهم يعني في سني كانوا يحبوا يقعدوا مع بعض يلعبوا مع بعض. أنا كان همي الوحيد أني أنتبه للألوان، أشوف إيش في ألوان، إيش بيلبسوا ألوان. اهتمامي كان كثير باللبس وأنا طفلة. ما شاء الله عليك. أنا طفلة خلاص لله الحمد. وبوالدتي لأنه كنت أسألها إيش هذا، تقول لي إحنا سوينا ديكور يعملوا في البيت. هم ديكور بنفسهم، كل بيوتهم بنفسهم، هم اللي يعملوها بنفسهم. وبعدين من الطبيعة يأخذوا التصاميم، حتى تصاميمك الأشياء الخامات من الطبيعة. أيوة، من الطبيعة. بس ما شاء الله حتى أنت تصاميمك اللي قاعدين نشوفها، يعني رغم أنه إحنا قاعدين نشوف ما شاء الله اليوم صار في تطور وفي ناس كتير دخلت مجال التصاميم، إلا خالة عيوشة مسيطرة على الموضوع. ما شاء الله تسلم. ما شاء الله عليك. الله أكبر. وقاعدين نشوف تصاميم حلوة. ها، إيش سر تميزك خالة عيوش؟ إيش اللي يميزك عشان كده أنت محافظة على الموضوع؟ ما تكرر. يعني يمكن يكون هذا ميزة أو ما هي ميزة، ما أكرر شيء ولا أعلق عليه ولا أنقل. أيوة، يعني ما أحاول أقلد ولا أكرر شيء. أنت بتفكر. أيوة، أحب أثبت الشيء الحلو. أيوة، ما يعني ما سيب شيء اللي يستاهل إنه يثبت يعني. ما شاء الله. ما شاء الله. وأنت يا خالة ما شاء الله تبارك الله عندك خبرة جميلة جدا، فهل في الوقت الحالي جالسة تحاولين إنك تعلمين الجيل الجديد هالمهنة هذه الجميلة؟ أنا مو بس هذه المهنة، في أكثر من مهنة، في أشياء مرة جميلة. بس الجيل الجديد تقصد ولا الكبار اللي قاعدين بس كده في البيت ما يسوون ولا شيء؟ والله الاثنين. الاثنين. شو تقولين لهم الكبار هذيل اللي جالسين في البيت؟ ما شيء منكد علي في حياتي يعني، من جد الحين زعلانة. شوف، أنا بدي أقول لك شيء، نبذة بس ثانية كده ما تتحمل. أنا إنسانة عيني هذه تقريبا ما أشوف فيها، جاتني جلطة حبيبتي. سلام. قلت إن شاء الله من سنتين ودعيت الله سبحانه وتعالى، قلت يا رب قومني لطاعتك وإن أعمل عملا صالحا يرضيك. الله الله. وقمت وما استسلمت للمرض ولا غيره، طالما طلبت ربي وعطاني ما استسلمت.
لا أنا مريضة قاعدة في البيت ما أقدر أسوي شيء. يعني أنت رسالتك إن ما تبقى ولا سيدة إن تيأس المفروض تقوم وتتحرك وتعمل. ما في شيء الله أعطاك كل شيء، أعطاك اليد وأعطاك الإيدين وأعطاك السمع والبصر كل شيء، نقصك حاجة بالربعين في ثانية موجودة، حاولي بهذه الحاجة الموجودة إنك تعملي منها شيء. ما شاء الله عليك عندك بنات حلوين. إن شاء الله يخليك. قد إيش الله يسعدهم ويبارك لك فيهم، قد إيش بيحوا لك يعني، قد إيش بيساعدوك في تلبية طلباتك، كيف معاكي؟ الحقيقة الله سبحانه وفقني فإنهم كلهم طايعين، كلهم أرضياء. ما شاء الله عليهم. الحمد لله الأولاد والبنات والله الحمد لله الشكر. خالة عيون. وأنا كمان طلعت إن كان طلعت يعني من شيء. يعني كيف الناس حبوا تصاميمك تصاميمي وكذا عن طريق بناتي. زمان أنا ما أحفظ التواريخ ترى الهجرية وكذا، زمان ما كان في إلا العباية العادية التقليدية تجينا من البحرين تجينا من مطبقة في كذا كله يلبسها كبير. المدارس بدأوا البنات لما صاروا يكبروا كذا شوية قالوا ممنوع لازم تكون بعباية، رفضوا معظم البنات لبس العباية لأنها كانت معيقة بالنسبة لهم. أيوة. أو شيء بعض راس أو شيء ما أعرف ليش كانوا رافضينها يعني. فأنا فكرت قلت يعني حيقعد نقعد على هذه الخامة اللي جاتنا من برا، لا نزلت غيرت الخامة وغيرت الموديل إلين ما شفنا كتجربة ولبست أول واحدة وراحت المدرسة فعلا لقوا إقبال، لقيت إقبال شديد إنه حبوها الشغلة ما شاء الله عليك. وهي العباية وهي بسترتها بس عملت فيها تغيير، عملت فيها تغيير يعني. احنا قاعدين نشوف اللوك الجنوبي حقك يجنن وتحفة وهذا ايه اخذت من وهنا في معانا هذه قلت لي ايش اسمها؟ مقلمة. مقلمة لبسية خلينا نشوف. مريشة. مقلمة هذه من مريشة. مريشة هذه جنوبية صح؟ ايوه هذه من ابها الجنوب ترى كبير لايقة لايقة يعني ما تتخيل قديش أضفت البهجة والروح الحلوة في تصاميمك وفي حياتك ودخلتك علينا كمان يا حبيبة عمري. إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم بيكم. يعني شوفي هذه كلها أقمشة أنا واللي يعني أنا جيت من قلت لك من الجنوب طفلة صغيرة جيت نعم مع والدي بحكم عمله في المالية وكل الوزارات أو الشغل كله كان في مكة وجيت مع والدي الجنوب بس أقحمني في مدرسة حطني في مدرسة ما شاء الله عليك. يعني الجنوب ما كان في مدرسة ملات مع خلينا حقيقي ما كان في مكة لأن ما شاء الله لا قوة إلا بالله تعرفي حج وعمره وفي صحيح. يعني زياراتها والداخلين فيها أكثر من الداخلين في الجنوب في الجنوب أو أيوه يعني مكة لا بحكم الحج والعمرة كله من كل دول العالم من الدول العربية كله يجوا في مكة صح. وانت من هنا انتشرت لكل العالم لانه استفدت من هذا كمان استفدت من الثقافات من الثقافات وانا طبيعتي احب اشوف ما شاء الله من انا صغيره وانت ما شاء الله مو بس تشوفين بس ما اقلد اي تقليد ما احب شفت شيء عجبني تويله احاول اني ليه طب انا اقدر اسويه بطريقه اخرى او بشيء ثاني يمكن ينقبل مو اني 100% اللي ما صرت لا وبسوي ولا الحمد لله. وانت مو بس تشوفين يا خالة انت ما شاء الله تشوفين وتسوين اعمال جميله جدا شكرا لك نورتينا واحنا سعداء لك وحيكون لنا وقفه معاك ان شاء الله قريب من خلال تقرير بحول الله نتعرف عليك اكثر واكثر باذن الله. ما اقدر اشرح لكم هذا الحين ما عليه احنا نروح الفاصل لان خلص وقتنا طيب وبين الفاصل نجلس ونسولف وياك ان شاء الله سوالف وياك والله ما تنمل يا خالة خلصنا يعني احنا اي خلاص خلصنا الا اذا ما تبين تخلص ترى ما انا حبيت اوصل لكم بس معلومات وإن شاء الله بعد الفاصل ما هم شكرا لك يا خالة عيوش شاهي ولا شرب حاجة شكرا لك